هي الوثيقة طبعا تطرقت لموضوع الموارد الدولارية وبرضو وضعت توجهات حليمة جدا. الوثيقة حتى أظن سعر الصرف بعد كذا سنة لسه في حدود 30 والأربعين، الواقع بيقول إنه ده غير حقيقي، فطبعا ده تقديرات غائبة تماما على الواقع. أهم حاجة هتحل الخلل في نقص الموارد الدولارية هو اقتصاد قائم على منتجات ذات قيمة مضافة عليها قابلة للتصدير. الوثيقة بتطرح متطرقة للتصدير، أي نعم، مع أنها ما بتحطش إيه الآليات إن إحنا نزيد صادراتنا، بتطرح وسائل لتوريق بعض الأصول، وبتطرح توريق بعض المدخلات الأجنبية زي قناة السويس، وبتطرح كمان حاجة أنا بشوفها غريبة جدا اللي هو تصدير المنتج اللي هو العقار، وده منتج طبعا يعني مش منتج مستدام. احنا لما نفكر مثلا ان حد اجنبي بيشتري شقة غير لما حد اجنبي بيشتري منتج صناعي او زراعي، الشخص اللي بيشتري الشقة بيشتريها مرة في حياته، لكن المنتج الزراعي او المنتج الصناعي حاجة مكملة لفترات وسنوات طويلة. فالفلسفة دي بصراحة غريبة جدا ان احنا نعتمد على تصدير حاجة اسمها العقار.